شهدت مملكة البحرين تساقطا كثيفا للأمطار مصحوبة بهبات شديدة من الرياح في بعض الأحيان. أمطار الخير والبركة عمت مختلف أرجاء المملكة، واستمر الهطول بشكل متواصل لفترة طويلة، كما شهدت محافظات المملكة أمطارا رعدية غزيرة. هذا واستقبل المواطنون والمقيمون بالفرح والسرور هذا العطاء، مستبشرين به خيرا مع بداية العام الجديد، ومتوجهين بالدعاء إلى الله جل وعلا أن يجعلها سقيا رحمة على مملكة البحرين. من جهتها، كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن كمية الأمطار التي هطلت يوم أمس السبت على مختلف مناطق المملكة، حيث سجلت محطة جامعة البحرين أعلى كمية هطول بلغت 45.14 مليمتر، فيما سجلت أقل كمية هطول في محطة حلبة البحرين الدولية وبلغت 12.8 مليمتر. ما شاء الله ما شاء الله، you